أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تقوم على جهود أبناء البحرين رجالا ونساء، وأن البحرين تفتخر بأنها تمتلك رصيدا هائلا من التشريعات والقوانين العصرية التي ترسخ من المساواة بين الجنسين وتفتح المجال واسعا أمام الجميع للمشاركة في مراكز صنع واتخاذ القرار وفق معيار الكفاءة والإنجاز. وأعرب السمو عن اعتزازه بالكوادر النسائية البحرينية التي أثبتت كفاءة ومهارة في مختلف ميادين العمل، بما أهلها لأن تتبوأ أعلى المناصب القيادية والتنفيذية عن جدارة واستحقاق. فأصبحت المرأة البحرينية اليوم بفضل كفاءتها وطموحها تشغل مناصب رفيعة في الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ولها الحضور البارز في الداخلية والدفاع وسلك القضاء، وتقدمت مواقع الصدارة في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد. جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا يضم كبار المدعوين ورؤساء الجلسات والمتحدثين من الخارج المشاركين في المؤتمر الدولي المرأة في الحياة العامة من وضع السياسات إلى صناعة الأثر الذي تستضيفه مملكة البحرين حاليا. يتقدمهم معالي السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي والسيدة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة والسيدة هالة الأنصاري الأمين العام المجلس الأعلى للمرأة. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوفد مؤكدا سموه أن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الدولي الهام الذي يسلط الضوء على جهود دول المنطقة في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة تترجم نجاح الخطوات التي اتخذتها المملكة على صعيد تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى تبوأت مكانتها في مختلف أوجه الحياة العامة. وأكد سمو أن البحرين اهتمت منذ بواكير القرن الماضي بدعم مشاركة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع إيمانا منها بأنها فاعل أساسي في بناء الوطن وتقدمه، معربا سموه عن اعتزازه بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال اسمه إن المرأة في البحرين شريك حيوي له دوره البارز في المجتمع، ونحن مستمرون في دعمها وتوفير كل الظروف التي تسند وصولها إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات. وأشار اسمه إلى أن الحكومة أولت إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية المختلفة اهتماما كبيرا، وهو ما أسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للنساء بشكل يتناسب مع قيمة ومكانة المرأة في المجتمع، فضلا عن تكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة ومساندتها للحصول على فرص متكافئة في مواقع العمل والإنتاج وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية. وأعرب سموه عن سعادته بتجمع هذه النخبة المتميزة من السيدات في مملكة البحرين للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام، وقال سموه إن هذه النخبة المتميزة من النساء يقدمن للعالم الصورة الحقيقية للإنسان الواعي والمثقف والمتفاعل مع قضايا العصر بكل انفتاح. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما من شأنه تمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في مختلف مناحي الحياة العامة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من تقدم في حصول المرأة البحرينية على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل القيادة الحكيمة. وأشادوا بدور سموه من خلال ترأسه للحكومة في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، مؤكدين أن مملكة البحرين أصبحت تحظى بسجل متميز في مجال تعزيز دور المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لأن تكون شريكا فاعلا في الشأن العام. وأشاروا إلى أن ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات يعكس مدى التطور الحضاري الذي تشهده البحرين ويعد مثالا يحتذى في مجال تمكين المرأة على كافة المستويات.